الأخبار المتنوعة، ولعل يعني البداية من منظومة التقاضي وما تشهده من تطور وتحول رقمي في العديد من الإجراءات الجديدة. نستهل جولتنا الإخبارية مع حضراتكم بهذا الخبر وتوجيه السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية بتعزيز الجهود الرامية إلى تحقيق تحسن نوعي في منظومة التقاضي في مصر، خاصة ما يتعلق بالتطوير التقني لمقار وأبنية المحاكم وتعظيم استخدام أحدث الوسائل والتقنيات التكنولوجية في منظومة عمل المحاكم، وذلك من أجل الإسراع في إجراءات التقاضي والتسهيل على المواطنين وتحقيق العدالة الناجزة. جاء ذلك خلال اجتماع الرئيس عبد الفتاح السيسي أمس مع المستشار عمر مروان وزير العدل. وصرح المستشار أحمد فهمي المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية بأن الرئيس اطلع على مستجدات العمل في وزارة العدل، خاصة ما يتعلق بجهود تطوير منظومة التقاضي على مستوى الجمهورية، بما في ذلك من خلال التحديث التقني إلى جانب تدريب ورفع قدرات الكوادر البشرية، فضلا عن تطورات الموقف التنفيذي لمدينة العدالة بالعاصمة الإدارية الجديدة. دكتور عبد الله، وحضرتك يعني استاذ للقانون وبالظبط متخصص، فاحدث يعني افضل من يحدثنا عن هذه الامور، ودي الحقيقه مش المره الاولى اللي بيجتمع السيد الرئيس الفتاح السيسي دي مناقشه هذا الامر مع سياده المستشار عمر مروان وزير العدل. ولكن خليني اقول لحضرتك والساده المشاهدين، على مدار 9 سنين الحقيقه سابقه في يعني اجراءات بتاتي على يعني على قدم وساق من قبل وزاره العدل بمنظومه التقاضي بشكل عام، فيها تغيير في هدف اساسي هو تحقيق العدالة الناجزة بما يتفق طبعا مع رؤية مصر 2030 والتنمية المستدامة. شفنا ده من خلال أي حد بيروح لي يعني الشهر العقاري والمكاتب الجديدة بالطريقة الجديدة، شفنا إطلاق منظومة التقاضي عن بعد، التقاضي الإلكتروني في المحاكم الاقتصادية، تجربة محترمة جدا، تم توقيع البروتوكول ده في أواخر 2021. شفنا ده من عديد من الإجراءات، وحتى كمان تمكين المرأة في النيابة الإدارية وهيئات قضايا الدولة. طبعًا يعني في إجراءات كتيرة جدا متعددة، مش بس التحول الرقمي. كيف ترى هذه الخطوات وتأثير على يعني اللي احنا كنا بنعاني منه بقى لسنوات والمتقاضين كانوا بيشتكوا منه لسنوات طويلة؟ بصي، هو الأمر في يعني حد ذاته هو إنجاز، حتة إن أنا أبتدي أخش على التحول الرقمي، لو إن احنا داخلين متأخرين بس إن احنا نبتدي فيه وناخد فيه خطوات، ده إنجاز. يعني طبعا أنا بحيي سيادة الرئيس وبحيي معالي الوزير عمر مروان، لاني واخد خطوات، واخد الامور بجديه، وفي لقاءات ان كان انا اتكلمت قبل كده هنا. ده حقيقه، واتكلمت تحديدا عن تجربه المحاكم الاقتصاديه واجراءات التقاضي. طبعا طبعا اجراءات التقاضي والحاجات دي كلها امور طيبه للغايه، ولكن احنا برضو عشان انا محامي بشوف ان الامور محتاجه ان تكون اكثر سرعه ويكون اكثر انتشارا. يعني انا بناشد من خلال حضرتك، مش معقوله مصر في هذه المرحله وبوابة مصر الرقمية بهذه الحالة. بوابة مصر الرقمية الكل بيشتكي منها، يعني صعب جدا ان دي تكون هي عنوان للدولة المصرية من الناحية الرقمية وفيها كل هذه المشاكل. انا بناشد المسؤولين، لان ناس كتيره جدا باستمرار يقول لك ايه، فيها عطل، فيها مشكله، مش عارفين نخش، الامور ما بتمشيش كما يجب. بوابه مصر الرقميه فيها مشكله. اتكلمت على الشهر العقاري، معالي الوزير بيبذل جهد كبير جدا وانا بشكره طبعا، ولكن الامر يحتاج الى اكثر واكثر. انا قلت وضربت مثل، قلت مثلا الشهر العقاري بتاع شارع مراد في الجيزة، مش ده اللي يليق بمصر، ان الناس تبقى واقفة طوابير في الشارع تحت، خاصة ان في دعم من القيادة السياسية. القيادة السياسية مديك وعندك اماكن كثيرة. بصي، تعرفي لو حصل تعاون ما بين الوزارات المختلفة، انا قلت قبل كده تقدري تاخدي بعض الموظفين وتبتدي الكوادر البشرية زي ما قال سيادة الرئيس، ابتدي ان انا اضربه، اقدر اخد من وزارة التنمية المحلية اللي عندها ملايين الموظفين ومعظمهم مش شغال، في حين ان العبء كبير جدا على موظفي الشهر العقاري، الله يكون في عونه. تمام، وبالتالي الاماكن لازم النظر ليها. البوابه مصر الرقميه اللي احنا بنقول ايه يا جماعه، خش وسجل، ناس كتيره مش عارفه تسجل لان البوابه فيها مشاكل تقنيه كتيره جدا. انا مستغرب المسؤول عن بوابه مصر الرقميه حتى الان شايف، يعني بجد حاجة أنا عمري ما شفت في دولة من الدول مثل بوابة مصر الرقمية. مشاكلها كتيرة جدا، يعني
العطلات فيها كثيرة جدا، المشاكل التقنية كثيرة جدا، لكن نرجع نقول نبص إلى نصف الكوب الملان، إن في تطوير، طبعا في تطوير وفي اتساع وفي منظومة التقاضي وزارة العدل بتقوم بها بجهد كبير جدا جدا جدا، ولكن أنا من وجهة نظري لو أنت عاوزة اللجنة دي تقوم بدور كبير جدا، يعني تتعمل لجنة، اللجنة دي تشكل برئاسة طبعا معالي الوزير وبعض السادة القضاء اللي هم عندهم التطبيق العملي والمحامين اللي زي حالاتنا وناس من الموظفين الشهر العقاري، دي المنظومة بقى كلها، يعني أنا المحامي وادي القاضي وادي كل المحاور، المحاور تكون برئاسة معالي الوزير بحيث أني نقول إيه المشاكل اللي بتواجهنا. يعني أنا مش عاوز أن الوزارة تحل من برج عاجي أن عندنا واحد اتنين تلاتة، لا، شوف من على أرض الواقع، على أرض الواقع، لأن حتى فيها المنظومة طبعا أنا بشفق على السادة القضاء لأن بتبقى فعلا جلسات كتيرة وحاجات كتيرة، كل ما ساهمنا بالتقنية زي ما بيسعى سيادة الرئيس ومعالي الوزير، كل ما ده خفف العبء على منظومة العدالة من قضاء ومحامين وموظفين. إن شاء الله كل ده يتحقق على أرض الواقع سريعا زي ما حضرتك أشرت دكتور عبد الله. خلينا ننتقل مع حضرتك من التطوير في منظومة التقاضي إلى تطوير الصناعة المصرية والشعار اللي نفسنا إن هو يلف كل دول العالم بكل فخر صنع في مصر.